رحمة الله الواسعة. ويا باب النجاة الأمة يا غريب كربلاء يمحي الزوار ولي مخاوار والله من تمسك بكم وأمن من نجا إليكم عليتنا نقتدي بكم ونختفي أثاركم فنفوز والله فوزا عظيما. عبست وجوه القوم خوف الموت عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك يتبسم قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوصاف يحصد في الرؤوس ويحطم بطل تورث من أبيه شجاعة فيها ألوف بل الضلالة ترغم قسما بصارمه الصقيل وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم لولا القضاء لمح الوجود بسيفه والله يقضي ما يشاء ويحكم وحسمت يدي المرهفات وإنه وحسابه من حدهن لا أحسم فغدا يصول فلم يطيق كليت الأظفار أولي تتقلم وهوى بجنب العلقم فليته للشاربين به يدافع العلقم ومشى يا لمصرعه الحسين وطرفه يا بين الخيام وبينه يا متقسم فأكب منحنيا عليه ودمعه يا صبغ البسيط كأنما هو عند مويه أولي قد رام يدثمه فلم ير موضع عين لم يدمه عرض السلام فيلثم قول وياي نادى وقيد ملأ البوادي صيحة
صم الصخور لهولها تتألم هاو خي من يحمي بنات محمد إن صرنا يسترحي من لا يرحم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون قال أمير المؤمنين سلام الله عليه طوبى للزاهدين في الدنيا طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة الذين اتخذوا الأرض فراشا وترابها بصاصا وما طيبا والقرآن شعارا والدعاء أثارا وقرب الدنيا مقاريب على منهاج المسير صل على محمد وعلى محمد الحديث في مضامين هذه الكلمة يحتاج إلى محاضرات بس احنا نحاول قدر ما يتسع لهم المقام ان نضغط البحث في هاي المحاضرة. اقول طوبى للزاهدين في الدنيا. مولانا الأجل اكو كثيرين ما يعرفون معنى الزهد في الدنيا. اقول لك شيخنا الدنيا هاي دار زوال وفناء، احنا مو باقين لها، فما يهتم في الدنيا، فشوف اكله خلط لباسه خلط، زين ما يهتم في لباسه، ما يهتم في اكله، ما يهتم في شربه، زين بعنوان انه زاهد يعني، لعل تراه يسكن الكهوف وقمم الجبال ولا ياكل الا الخشب ولا ياكل الا الجشب من الطعام، يلبس الخشب من اللباس، زين ويقول هذا الزهد يعني. بعدين هذه مسألة بعالجها شوي. وعندنا روايات حقيقة بعدها ما ينفهم لها، أول واحد يتأمل فيها، روايات أنه حلاوة الدنيا مرارة الآخرة، ومرارة الدنيا حلاوة الآخرة. ما زاد في الدنيا نقص في الآخرة، وما نقص في الدنيا زاد في الآخرة. آخر من يدخل الجنة في الروايات، آخر من يدخل الجنة سليمان لما أصاب من الملك في الدنيا، لأن حصل هناك وايد وكان غني ما شاء الله، هذا آخر من يدخل الجنة، يعني ما كان زاهد في الجنة. احنا شلون نوجه هالروايات وشلون نعالج ديك القضية؟ اولا خلنا نقول لكم شيء قبل ما نعالج هالموضوع. هي الدنيا صج تافهة وما تسوى، بس مو معناته انت لا تلبس اللباس الجيد، لا مو معناته لا تاكل من طيبات ما رزقناك، لا، فالطيبات عيلنا منو؟ الدجاج والخرفان والطماطة والبيض والتفاح والبطيخ، هذا لمن عندنا؟
هذا شلون يقول كلهم من طيبات ما رزقناهم؟ هذا كان طيبات لمن؟ يعني الكفار يعني مو إلينا احنا المؤمنين. مو معنى الزهد في الدنيا الغاء الشهوات. انا عندي شهوة اكيل، شهوة جينز، كان شهوة يقول وعن كحوب على يوم ما تكفيك واحدة، وعن كحوب ما طاب لكم ما تبي دوام، فما استمتعتم به من هنا فاتوا هنا وتعلموا. ما شاء الله. اذا الان وقع عندي عالج عندي قضية الشهوات، مو الزهد معناته ترك الدنيا بحيث ان انت ما تلبس اللباس اللطيف وما تتزوج المرأة الحسناء وما تملك البيت الجيد الواسع. لا، مو معناته الزهد. الزهد في الدنيا معناته مولانا الأجل كما قال علي سلام الله عليه، ليس الزهد ألا تملك شيئا، وإنما الزهد ألا يملكك الشيء. مو معناته الزهد انه انت ما تملك الدار الوسيع، لا، املك الدار الوسيع واملك الدابة السريعة واملك الزوجة المرضية، كما في الحديث من سعادة المرء ثلاث: الدار الوسيعة والزوجة المطيعة والدابة السريعة. يعني سيارة الحين مثلا، بنت املك هذا الشيء، لكن ليكون قلبك متعلق بالدين، ليكون قلبك متعلق بالزوجة وبالدار وبالفلوس وبالعمارة، قلبك لا يتعلق بهذا. ليش؟ لأن هذا في عرض الزوال، هذا بروح من عندك. ما يسوى أنت تتعارك وتتهاوش وتصير عصبي لأجل هاي الأمور، لأني ما تسوى. ليش ما تسوى؟ لأن في عرض الزوال بتروح من عندك، بتروح من عندك، فليش تتعارك عليها؟ مو هو سبب المشاكل. ليش احنا نركز على الحديث الزهد في الدنيا؟ لأن سبب المشاكل وسبب الانحطاط وسبب الحروب هو تولع القلب. شوف تفتل، تولع القلب بالدنيا. زين، تولع القلب بالدنيا. فلان يشيل على فلان حرب لأنه يريد يتوسع، يسوي لي أبهة، يسوي لي رئاسة، يبي يقول أنا ربكم الأعلى، يبي يحكم الدنيا يعني. لكن اللي يفكر في الآخرة ما يسويش، ما يلقي بقنبلة على هيروشيما وسبب له في قتل 70,000 إنسان، وما يهجم على الكويت ويشرد أهل الكويت. بس اللي يحب الدنيا لا، متعلم يظلم ويفسق ويفجر وكذا لأجل الدنيا. عمر بن سعد مو زاهد في الدنيا، لو زاهد في الدنيا ما يقتل حسين. ها، يبي ملك الري، عدلنا مو هذه، طمع الري أخذه، طمع الري خلاه يشكك في دينه، يقولون ان الله خالق الجنة والنار. راح قتل الحسين، السيارتين حصل ملك الري، قتل الحسين ولم يحصل على ملك الري، وبالاخير قتل ابن سعد شر قتله. لكن انت يا عمر بن سعد لو تركت الدنيا راح تورط بدم الحسين لاجل الدنيا. الذين قتلوا الحسين يوم عاشوراء سبب حب دنيا مولاه. لو هو زايد في الدنيا معلق قلبه بالآخرة، كم يقتل الحسين؟ واضح ولا؟ عوض ملك الري، انت عندك جنة عرضها كعرض السماء والآب، عدل ولا حق وانا بيها الجنة السوال. اذن الزهد مولانا الأجل كما قال علي مو ما تملك شيء، لا أملك، لكن لا يتعلق قلبك بذاك الشيء. واضح هو؟ يعني إذا تعارضت الآخرة والدنيا، زين، أنت لا تفضل الدنيا على الآخرة، بتفهم ولا؟ زين، إذا تعارض أمر بين الدنيا والآخرة، زين، انت لا تقدم امر الدنيا على الآخرة. ليش؟ لأن الآخرة خير لك من الأولى. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر إلى آخره. بعدين الله يقول وأن الآخرة لحي الحيوان، يعني ذيك الحياة الواقعية.
وما وجدتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربي. فالآخرة أحسن من الدنيا. الزهد معناته هذا إن أنت لا يتعلق قلبك بالدنيا لأن الدنيا ما تسوى وتافهة ولازم يكون هدفك الآخرة. لكن طالما أنت في الدنيا خذ نصيبك من الدنيا لكن عن طريق حلال. وابتغي الآية تقول وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة. لكن طالما أنت في الدنيا ولا تنسى نصيبك من الدنيا. اجا واحد للإمام الصادق سلام الله عليه قال له يا ابن رسول الله إنا نحب الدنيا ونحب أن نؤتاها. نحب الدنيا زوجة ولباس ومال وعمارات سيارات شغل حديث نحب هالسوالف. فقال له الإمام وماذا تصنع بها؟ قال هذا شغل حديث. قال الإمام الصادق سلام الله عليه يسأل من هذا وما تصنع بالدنيا؟ قال أصون نفسي عن تكفف الناس وأحج وأعتمر وأوسع على عائلتي. فقال له الإمام إن هذا من الآخرة وليس من الدنيا. أنت تتكسر وتشتغل لأجل أن تحصل فلوس تصون بها ما يويهك وتصير إنسان عزيز وتعيش عيشة بكرامة وتحج وتعتمر وتأدي الفرائض وتوسع على عائلتك. هذا مطلوب، هذا من الآخرة مو من الدنيا. واضح يوم واضح. الزهد معناته مو لا تصير عندك الدنيا، خلي تصير عندك الدنيا لكن مع ذلك افتح حساب للآخرة. ولا يكون تحصيلك للدنيا بشكل اللي يورطك في الآخرة. واضح؟ اللي يكون الكسب من حلال عن طريق نظيف. هذا أكثر من هذا الموضوع. ومعناة الزهد كما في نظر زين العابدين سلام الله عليه يعني. زين العابدين يقول الزهد في كتاب الله بين آيتين، الآية لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. يعني وين؟ شوف الملاك إن قلبك معلق بالآخر. السنه لكي لا تأسوا على ما فاتكم، احترقت السيارة، احترق البيت، مات الولد، ماتت الزوجة، انت لا تجزع ولا تحزن ولا تأذي روحك، راح بجهد لكي لا تأسوا على ما فات. راح البيت خليه، سيارة راحت حق واحد، كل جمال حق خلت روح، الدنيا كلها زائلة راحت خلت روح. لا تحزن على الدنيا، راحت بجهنم خلت، بيت احترق بيت احترق، شو ليش قال كذا؟ الزوجة ماتت مات، الولد مات خليه. شيء إذا فاتك من الدنيا لا تزعل، لا تحزن زايد، لا تبكي بجهنم. هذا البتين طبيعي أن الإنسان إذا صار منه شيء فات من ممكن يحزن يتألم. مات الولد طبيعي أبكي أنا، ماتت الزوجة أبكي. ابكي لأن أنت ما تقدر تتحمل مصاب فقد الولد معقول، لكن لا تبكي لأن الولد راح لكونه راح، لا، ولد راح أمان، الله أعطاك إياه وخذه كل مرحبا تمام. لا تحزن حزن زايد بحيث تاكل بروحك وتصير قلق وتصير عندك هستيريا وما شلون. راحت تمام. لا تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد. بس الفؤاد ميمي هو معلق بالله. فأنت في سبيل تحصيل الآخرة ونصرة الحق وإعزاز الدين،
ممكن تبيع العلم، لا تغلب عليك لكي لا تعشوا على ما فاتكم، وبعد ولا تفرحوا بما حصلت الدنيا، جت الزوجة وجت الدار الوسيعة وجت الأرض الكذا وجت الدنيا لك، أقم لا تفرح لأن هذا زائل، هذا لا شيء، تمام؟ ولا لا تفرح إذا حصلت البيت والسيارة والزوجة، لا تفرح، ما أقول لك لا تفرح يعني لا تنبهي، طبيعي الزوجة إذا جت تحبها أنت وتحسها وتنام وياها وتلتذ جنسيا، ما بي أشكال على فرح، لكن لا تفرح زايد. قلت أنا هذه كلها وياي 20 سنة وينتهي وبعدين قبر وموت وحساب وكتاب وإما جنة وإما نار، واضح شلون؟ لا تفرح بالدنيا، لا تحزن إذا فاتك ولا تفرح إذا تحصلتها، لأن هاي الدنيا مو ملاك، الملاك وين؟ الآخرة. يعني بقول لك شيء، أنت حصل الدنيا بشرط أن إذا وضع الصراط يوم القيامة تفوت كالبرق الخاطف، واضح يا مواطن؟ عندنا حديث أو عندنا آية، وإن منكم خلنا نقول عليه هذا، وإن منكم إلا واردها، يعني وارد جهنم، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. في هناك صراط من صحراء المحشر ها إلى الجنة. أنا أعطيك مثال، شفت الرندبود اللي عند راس رمان هي المسجد، هذا افترض صحراء المحشر لمحرق الجنة، هذا الجسور يسمونه الصراط، تحت البحر ده جهنم، هذا الجسور عندنا في الحديث أحد من السيف وأدق من الشعر، إحنا أنا وإنت وزين العابدين كلنا نروح إليه. الناس على هذا الصراط أقسام، منهم من يعبر الصراط كلمح البصر، منهم كالبرق الخاطف، منهم كطير الطائر، منهم كراكب الفرس، منهم كالراجل اللي يمشي، ومنهم لا يمشي ويتعثر، يمشي وتلوح النار، ممكن يسقط ممكن ينجو، وهذا هو. انت هني بالدنيا لما تاكل وتشرب وتنكح وتتكسب وعندك علاقات، هاي الدنيا بشكل ضبطها اللي عن حلال وعن طريق صحيح وموافق للكتاب والسنة، اللي يوم القيامة لما تبي تعبر الصراط لا تتورط وتوقع في نار جهنم، تعبر على النقل، السلام وكلمح البصر، السلام وكالبرق الخاطف، حتى إذا مو كطير الطائر على الأقل كسرعة الفرس، أما توقع زحمة. بس يعني أنت فكر في الآخرة، زي إذا أنت فكرت في الآخرة وتحصيل الآخرة، الدنيا بالنسبة لك هم مو مهم وايد. ترى من أي ناحية؟ أولا أعطيك مثال، أحنا انت اعطيك مثال سامحونا بعد في المثال، الحين خلنا اعطيك مثال من منطلق عاشورة، اصحاب الحسين سلام الله عليهم ليلة العاشر المحرم لما رأى فيهم الامام الحسين الوفاء والاخلاص والنصح زين والفداء والتضحية، حتى قال لهم تفرقوا في سوادكم ومدائنكم واتخذوا هذا الليل جملا، فأبوا إلا نصرة الحسين سلام الله عليه. لما شافهم هالشكل كشف لهم عن الغيب ورأوا أماكنهم في الجنة، لاحظوا شلون؟ رأوا أماكنهم في الجنة، الجنة هو أحسن والآخرة خير لك من الأولى. فذولة ليلة العاشر من المحرم ايش كان يقول بوريه؟ أقول ما هي إلا ساعة ونعانق الحور العين، يضحك ويقول ما هي إلا ساعة ونعانق الحور العين، ليتهم مالوا
علينا بأسياقهم، يعني يا ريت بسرعة يميلون علينا ونموت. هذا الدنيا بالنسبة له تافهة جدا، يبقى بسرعة يقتل في سبيل الله ويروح وين؟ الجنة. هذا فكر في الآخرة، فكر في نعيم الجنة، شاف الجنة لا وايد أحسن من الدنيا، بحيث حتى ساعة واحدة ما يقدر ويش ينتظر، وانت بسرعة يقتل. ويا ليتهم قد مالوا. هذا بس هذا عاد ويش وشفه له الغطاء، عنده يقين، عنده حق اليقين، بل عين اليقين. أنا وانت ما عدنا عليك، لهذا نغلط. كلا لو تعلمون علم اليقين. احنا ما عدنا، احنا بس نعرف نقول يمنون عليك أن أسلموا. قل لا تمنوا علي الإسلام ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إحنا لما يجي قضية موت ليش ما نقدم أرواحنا وأموالنا؟ ما الله يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. شو يسوون؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، فاستبشروا. صير مستانس ببيعكم، بس انت ما عندك يقين. لهذا من تسمع قضية جهاد وقتل وموت، لا 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 ما لنا والدخول بين السلاطين، شنا السياسة ولا رزقا وعن السجن، تورط روحك في سجن وتشريد واعتقال وحذو يا ما علينا، ما تمر المعروف ما تنعي المنكر ما تنصر الحق ومسألة. الأكل مع معاوية أجسام، والصلاة مع علي أتان، والوقوف على التلي أسلام. الشكل السابق يا معاوية ناكل ويا علي منصلي، ووقت الحرب كلا رح نوقف على التل حتى لنتوقف. هذا إيمان شاكويتو، هذا إيمان بطيخ. هذا أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لازم فتنة، لازم يعرض عليك السيف. شوف وين انت بالدنيا، إذا انت بالدنيا والمرأة والسيارات ما تقدر تبيع روحك لله عز وجل. زحمة يعني، وين أنا أروح سجن؟ أروح أقتل روحي من يصير زحمة بالدنيا بس تبتع. يبليها قروها ان انت تموت في سبيل الله، يبلي القرب معلق بالله بالآخر. اما اذا قربك ويا المرأة ويا الفلوس ويا الشيكات ويا الكذا ويا الحبايب ويا نور عيني ويا خلق شدي ويا عمري ويا علمت عليك الحب، وين سافمت ان شاء الله. وهب نصراني بعد اسلم على يد الحسين، أمه وياه، زوجته وياه، هذا بطل. أمه وياه، أمه أسلمت، زوجته ما أسلمت إلا يوم عاشوراء. هذا وهب زين، صار الحرب، صار القتال، راح أحسبه للأقران قتالي زين. زوجته قالت لي يا وهب لا تفجعني بنفسي، تونا معلسين، تولى أيام حلوة، تولى أيام خضراء. الحين انت الحين قاعد هني، الليلة عرس والليلة بتدخل، وجايبين الزوجة شغل عدين، مكياج عدين حسب الأصول ما شاء الله، والليلة بتدخل. وقول لك من رسول الله حيران قاعد يقول ألا من مغيث يغيثنا، جنابك وين تروح؟ تدخل عليها لتروح تنصر ابن رسول الله. إذا انت صدق يعني تروح تنصر ابن رسول الله، انت زاهد في الدنيا وتمام شغل. المرض يقول لك لا تفجعني بنفسك، واروح تعال استشتغل بعدين، علق لك نسغس الجناب وروح. هذا لا ما عطل وهب، راح قالت لي امه اعزب عن قولها وقاتل دون الطيبين. بهي راح قاتل قتال أسد الباصي، قطعت يمينه وإذا بإمرته تنادي خلفه يا وهب قاتل دون الطيبين، قاتل دون الطيبين. التفت إلى ورائه
وإذا بها امرأته قال لها يا أمت الله، على هذه الكسر خاطرها، يا أمت الله قبل قليل كنت تنهيني عن القتال والآن جئت تقاتلين معي. قالت أويلي عن مصيبة. قالت إن واعية الحسين كثر القليل. قال ما الذي سمعت منه؟ قالت رأيته جالس بكسر الخيمة يقول واقلة ناصرة، ألا من مغيب يغيب، ألا من معين يعين. فما تحملت الله. نصرة الحسين تجذبك يا أخي، الحسين طريقك إلى الجنة، لا تبيع الآخرة أجل هذه الدنيا الثانية. الإمام الحسين، نهضة الحسين لازم أنت تستفيد منها، شلون الآخرة أحسن من الأولى. يعني هذا من أصحاب الحسين اللي يجي يقول لو اقتل ثم احيا ثم احرق واذر في الهواء هكذا يفعل بي 70 مرة لما فارقتك يا ابن رسول الله، ولما فارقت نصرتك يا ابن رسول الله. ايش قد يعني ذايب في الحسين، وايش قد ذايب في كله خرس مثل هذا نصراني بعد في الطريق اسلم على يد الحسين، باع نفسي باع كل شيء لاجل الله ولاجل نصرتك. فانت الملاك هو هذا. الدنيا اذا بتتعلق بها بتصير مثل عمر بن سعد بالضبط، بس ذاك عمر بن سعد انت ابن العصر 21، هو تغير شيعي، هو عمر بن سعد كتب للامام الحسين ان اقدم الينا اننا لك جنود مجنده، الثمار قد اينعت وكذا، لغه بطون عندنا. لكن أن اقدم إلينا إننا لك شيعة وأنت لنا دون الأنام إمام. فلباهم لما دعوه ولم تزل تلبي نداء الصارخين الكرام. نرجع للسؤال، هذه فد أمثلة واقعية إن شلون الزاهد، حقيقة الزاهد كريم نفس وعزيز نفس. ليش؟ لأن الدنيا ما غارت، انت على وصر دليل حقا طيح ما يريدك على فلوس على عمارة على أرض على سيارة عدلنا، لكن لو الدنيا ما تسوى عندك صفر ما تدل نفسك عدلنا ما عدلنا. بلي في صورة واحدة، في صورة واحدة انت جيد الدافع عن عرضك ومالك ونفسك لا تدفع في محل. تطلب واحد فلوس تروح تاخذ فلوسك، هاي مو مذلة. ليك حق في ذمة زيد، ليك حق في عنق عام، ليك حق في ذمة كذا، تروح تطالب بحقك، هذا مو ذلة. لا، مطالبة الحق مو ذلة. لكن اذا تبيع نفسك لامور على كل دنيوية تافهة هاي ذلة. يعني خليك ليش هذه الذلة، عدم الذلة من يجيبها؟ يجيبها مدى تعلق القلب بالدنيا او الاخره. خلاص قضيه خلاص واضح لهم. الدنيا لازم تصير في عيونك صغيره، اذا صارت الدنيا في عيونك صغيره هي تجي تركع عليك. اوحى الله حديث قدسي، اوحى الله الى الدنيا ان اخدمي من خدمني وان اتعبي من خدمك. أوحى الله، أكرر، أوحى الله إلى الدنيا أن اخدمي، يا دنيا اخدمي، أن اخدمي من خدمني اللي يخدم الله يعني، وأن أتعبي من خدمك اللي يخدم الدنيا. تعب الدنيا يركض فيها كركض الوحش وما يحصل شيء. الزاهد قانع باللي يعطي الله، لكن ذاك الطماع الحريص لا، مو قانع، فشوفه في الدنيا يركض وما يحصل شيء الا اللي قسمه لي الله عز وجل. حديث قدسي عدني، اسمع الحديث، خوش حديث. عبدي اسمع زين، خوش حديث، حديث قدسي. عبدي ان رضيت بما قسمت لك ارحت قلبك وبدنك وانت محمود، وإن لم ترضى بما قسمت لك سلطت عليك الدنيا
تركض فيها كركض الوحش ولن تنال إلا ما قسمت لك وأنت مذموم. تفهمون وما تفهمون؟ اقنع. ولهذا عندنا لما تلوت عليكم هاي الكلمة، طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة، دول مقتنعين بالقليل، الذين اتخذوا الأرض بساطا وترابها فراشا وماءها طيبا. محال إنسان زاهد يروح يبيع ما يريد، محال. ليش؟ لأن الدنيا تأكل، بل تبيع ما يريد لأجل الآخرة مطلوب. يعني الإمام الحسين ممكن يبيع ما يريد، يطلب النصرة، على من مغيث يغيثنا، على من معين يعيننا، على من خائف من هذا استغاثة، هذا ذب ما يريد، لكن في محله. يطلب النصرة من الغير لكن في محله، هذا ماكو إشكال. لأجل نصرة الحق وإعزاز الدين ورفع كلمة الإسلام ما على صير دليل، ماكو إشكال. بين المؤمنين صير دليل، أعزة على الكافرين وأذلة على ما بين شيء، رحماء بينهم. طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة الذين اتخذوا الأرض بساطا وترابها فراشا وماءها طيبا. طبعا احنا ما نبي منكم تصير الدنيا في عيونكم مثل نبرة أمير المؤمنين، لا بس أب قدوة، يعني أمير المؤمنين غير قدوة لنا، غير تقول علي الإمامي، غير أنت يوم القيامة تحتاج إلى الإمام علي. الإمام علي تحصل عند الصراط ينتظرك، ما تدخل الجنة أنت أي مسلم، ما سني لو شيعي، ما من مسلم يدخل الجنة إلا بصك من علي، هو الفاروق بين الجنة. صير علقين فوتوكوبي مصغر من الإمام علي، بس هسه مو كامل لأن ما تقدر عليه، لن تصلوا إلى هذا المقام، ولكن أعينونا بورع واشتهار وعفة وسدار. أمير المؤمنين تعرف ينظر للدنيا، ايش يقول أمير المؤمنين؟ تاب الدنيا ما تسوى، يقول إن دنياكم هذه، إن دنياكم هذه لأهون عندي من عراق خنزير في يد مجذوم. تعرف معنى الكلمة؟ الخنزير هو نجس، مصارين الخنزير بعد انجس، مصارين الخنزير وفي يد واحد مبتلى بمرض الجذام، شقد المنظر قبيح وصخ وعد الكبير. الامام يقول دنياكم دي احقر عندي من هذا المنظر، الا ان اقيم حقا او ادفع باطلا. في كفو انت تصير اشي، اذا في كفو انت ريال، صدق ريال يعني عدل يعني مؤمنة، واذا لا يا الله شيخنا سمو مسلم حشر مع الناس عين ما لنا والدخول بين الصلاة مش عليه الاكل مع معاوية عدسان الصلاة ما علي اتان ها وقوب على التلين، بس هذا ما شيخنا اكو داعي سمو لازم سوي تقية شيخنا، تقية سو تتعرف التقية اهل الفقه انت وتقية بعشرات مولانا بها وصول هسه زين والله مشكل الحين موسى الكاظم ما يسوي تقية اذكى واحد، يعني كل الائمة اللي تدرس حياتهم أكثر واحد تقيه هو الإمام موسى الكاظم. موسى الكاظم عنده تقيه، زبيدة تموت اطرش تعزية إلى هارون الرشيد، أنت الإمام وأنت كذا ومنجد فيه كذا وماتت الزوجة ونعزيكم، عجيب من الكاظم سلام الله عليه. لكن هو وين؟ وهو من سجن إلى سجن 15 سنة في السجن تقيه، يلا التقية خلاص طلع من السجن، ها؟
يوم سويت تقية حضر بس سجن عليه. ها؟ قول هو غير التقية ما توديك سجني ما يعتقلونك وما يعدونك. قال له لا. إذا هذا إمامك وسوي تقية ومخلي له علي يقطين في الدولة يقضي حوائج الناس. تمام يا مو تمام. علي بن يقطين يشتغل. زين مولانا التفت مولانا. يسوي علي بن يقطين موجود في الدولة وعلي بن يقطين حوائج الشيعة يروحون لعلي بن يقطين إلا بجواز إلا بفيزا إلا بشغل إلا بأرض إلا ببيت إلا بقار إلا بمدرويش روح العل علي يقطين ذاك تشيك لهم الحوائج بهدوء من دون عنف ها ويمشي لهم بس هذا إذا تبي تسوي تقية خالي على خل سولف علي بن يقطين وانت ظل في السجن همزه عدل له بتقص علي انت تقيه ناس درسنا بقى 10 سنين نعرف في الموازين بس تحافظ تقيه تقيه بس حافظ التقيه ديني ودين ابائي ادري انا بس وين المورد تعال ادرس الظروف الموضوعيه ادرس تاريخ الائمه طبقه على روحه اكو اصول للسالفه مو كل شيء تقيه حلق اللحيه وقال تقيه قلنا ما عليه قلنا اوكي انت في دائره اذا يشوفونك عندك لحيه يجوز يقللون المعاش يجوز يضايقونك يجوز يأذون اكو شيوخ عندهم لحيه اصحاب السماحه عندهم لحيه واهيب واحد وافضل انا شفتهم يعني احسن واحد واهيب واحد واوقر واحد فيهم لما اشوفهم انت على الشاشه انا في نظري الشخص الحقير يعني اشوف اهيب واحد هو قابوس لان عنده لحيه ولطيفه وعمامه ومسحيه عديل وشغل عديل تمام ومو تمام انت لاحظ شوف الجماعه كلهم الله يحفظهم والله ان شاء الله ينصر بهم الاسلام والمسلمين ويتفضل علينا وعليهم بالعدل والشفقه لكن من تشوفه حقيقه يعني تشوف دله عنده لحيه قابوس ويجذبك لانه وقار وقار لحيه تعطي الواحد وقار زينة الوجه كلامه مو على اللحية يعني لا نضيع الحكي لكن اجمالا يعني تقية لا تقول لي تقية وتقية تعال اول شيء انت ادرس فيقه روح ادرس مكاسب عند الشيخ الانصاري ادرسها زين عنده كاتب رسالة في التقية شوف شو اقول لك في التقية مو كل شيء تقية انت خايف انت مبرد انت عدوان مدونك تهتز فيك الخليل شنو انت تقول كلماتك بشكل لطيف بشكل مؤدب شو يحترمونك لولا اذهب الى فرعون انه طغى شلون تقول لي فرعون يقول انا ربكم الاعلى هارون موسى فقولا له قولين لينا خالي بدون عنف العنف ولا يوقع في مشاكل صدام ما استعمل العنف مو كرهه مو سقطوا مو تقالبوا ضد العنف عنده عنف احنا ضد العنف احنا ضد العنف احنا اول فقولا له قولين لينا هو نفس الامام الحسين عنده خمس خطب يوم عاشوراء انسبوني من انا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي هذا القران هذا عمامه رسول الله هذا سيف رسول صلى على النبي يا جماعه تقول لي قلتوا لي تعال انا جيت لكم هسه ما تبوني خلوني اروح هو نفس الإمام الحسين لكن أبو بين السلة والذلة لكن هيئات من الذلة ما خلوه يروح لو تي أسير مرغوم على العنف لو تقتل قال له ما روح أسير أقتل ولا روح أسير بين السلة والذلة وهيئات من الذلة تمام يا ولد حربة دفاعية وهو لما اليوم العباس لما راد يروح ما كان يريد الإمام الحسين يقول له روح لا يبي يخليه محافظ على الأطفال والخيام لأنه شنو حافظ اللواء وهو رئاسة القيادة العسكرية بيده فما كان يريد يفرط فيه قال إذا كنت تريد كلش ولا بد فاطلب لهؤلاء الأطفال خليلا من الماء بس هو خلي حرب دفاعية يعني ولكن يا موالو ويا أحبي ويا عزي فراق الأخ عزيز على الناس ها العباس الامام الحسين حلقد كان يريد يحافظ على العباس لكن ما لان العباس سئم الحياه
داعي للإمام الحسين سلام الله عليه. أريد يترخص كم مرة ما أجاز له الإمام، لأنه كبش كتيبتي. جاء للإمام يستأذن مين؟ أنت تصور الحين الإمام الحسين وأبي الفضل العباس، أبو الفضل جاي أريد يستأذن من الإمام سلام الله عليه. الإمام يقول له: أخي إذا مضيت تفرق جمعي. وتشتت شملي. قول وياي: صاح حسين يا خويا يا عباس، يا نور العين يا تاجي على الراس، يا خويا انت الدريع والسيف والطواس، شلون تروح وانا ابقى محير، شلون تروح وانا ابقى محير. قال له ابو الفضل: اخي ابا عبد الله، اخ لقد ضاق صدري ها وسئمت الحياة، وأريد أن أخذ بثأري من هؤلاء القوم الظالمين. عند ذلك أذن له الحسين، ولكن شلون أذن له؟ بزفرات وارية ودموع جارية. يقل له: ودعت الله يا عيوني، خويا نيتكم وحيدي تخلوني، منكم يا اخوتي خابت ظنوني، وعلى اخ يمي يا خويا القوم تفتح. عند ذلك يا موالون اذن له الحسين. يقول المؤرخ: جاء الى مخيم العلويات، أخذ القرب بينما هو يتوجه، وإذا بصوت يصك مسمع أبي الفايض، وإذا بالأطفال ينادون: عمارا العطش العطش. عند ذلك لم تتحمل نفس أبي الفايض، توجه نحو القوم وهو يقول: أنا الذي أعرف عند الزمجرة باسم عليين المسمى حيدرا. قاتلهم مقتلة عظيمة، يقول المؤرخ ويكفيه فخرا وشجاعة أنه لم يثبت له أحد في الميدان، كشفهم عن المشرعة. ولي لما وصل إلى الماء نظر إلى الماء، ركز اللواء ونظر إلى الماء، يقول الإمام الصادق: كان كبد عمي العباس كصالية الجمر من الظما، يقولون اغترب من الماء غرفتين، أولدنا الماء من فمه. يا موالي تذكر عطش الحسين. عند ذلك رمى الماء وهو يقول: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنى، وتشربي بارد المعين، يا حاجي النفس يا نفسي تهوني، وجميع الناس بدوا تروح لحسين. عند ذلك ملأ القربة وتوجه نحو المخيم، قاتل هؤلاء القوم قتال الأسد الباسيل، ولكن لما نظر عمر بن سعد إلى القربة قال: اهجموا عليه، لأن
إذا وصل الماء إلى الحسين أفناكم عن آخركم، تكاثروا عليه جاءته السهام كالمطار، أصاب سهم عين العباس يا موالون. مع ذلك تحمل العباس، قاتلهم قتال الأسد الباسل إلى أن يقولون برز له رجل لعين من وراء نخله فضربه بالسيف على يمينه فقطعها، قال والله إن قطعتم يميني فإني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين صدق النبي المصطفى الأمين. أخذ السيف بيساره بدأ يحارب القوم أولي إلى أن برز له رجل لعين من وراء نخله فضربه على يساره فقطعها. أيوا مصيبتا أيوا عباسا. أخذ اللواء ضمه إلى صدره وكان همه إيصال الماء إلى المخيم، تكاثروا عليه وإذا بسهم أصاب القربة فأريق ماؤها. أولي وكمل له رجل اللعين من وراء نخل فضربه بعمود من حديد على رأسه، سقط مخ رأسه على كتفه ميس وقاف عاف العمر من ساسه رايد مماته وله غدور نوماسه فضخه وبعمود الضغايد راسه طاح ونديه سيد شباب الجنه طاح وصاح يا خويا ترى عنك رحيت يا خويا عداياك هشم وراسي وعلى الغبرة طحيت يا خويا بالجرع ليا ظنك معلميت يا خويا العدو اشتف مني وتهنيت لما وصي الحسين صوت عميده صال وقال عنده وبجيح لحظيده عباس عباس اغبك للعمر ما ريده. اقبل عليه قال الان قد انكسر ظهري الا يا ران قلت حيلتي. قال لي يا خويا وين بتارك طرحت قطعت جفوفي وتركتي لو سلم شفت شايا عن هالبهرق نشرتي ورديت للخيمه وجود الماي سالي. قال لي يا خويا ابو الفضيل في وين الجفوف. قال لي يا خويا تقطعت ما بين دمي على عيني جميل يا حسين ما اشوف لا انا تقبل اعمالنا اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا شافي كل مريض رد كل غريب فك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. دعاء مريض اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. 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 اللهم شافي جميع المرضى بحق مريض كربلاء زين العابدين يا الله يا الله يا الله. وإلى أرواح موتى المؤمنين لا سيما موتى المؤسس لهذا المأتم الشريف رحمه الله من قرأ سورة الفاتحة تسبقها صلوات.